اهلا وسهلا، نطلع عليكم من جديد في حلقه من حلقات برنامج توجهات. ودائما الاختلاف لا يفسد للود قضيه. كنطلع لكم في هذه الحلقه تفاعلا مع احداث الهجره السريه بالفنيدق في 15 من شهر شتنبر. ضيفنا وضيفكم هو السيد زكريا الزروقي، باحث بالشؤون القانونيه ومهتم بقضايا الهجره. اهلا بك. مرحبا، اهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافه. شكرا على قبولك الدعوه. في البدايه سي زكريا، حطنا في السياق ديال هذه الهجره اللي ما عرفناش واش سريه او علنيه. بالفعل صديقي، احنا كذلك كنطرحوا نفس علامه الاستفهام. هذا بالفعل هي الان اصبحت هجره سريه كما هو متعارف عليها، لا يراها احد ولا يتابعها احد، ام انها هجره علنيه. والحقيقه انها هي الان اصبحت هجره علنيه، وهذا لا يخفى على الجميع، لا يخفى على المهتمين وعلى المتتبعين، حيث ان هذه الهجره الجماعيه للاسف الاونه الاخيره اصبحت ظاهره جديده على مستوى منطقه الفنيدق باعتبارها منطقه حدوديه. فبالعوده او بالوضع الموضوع في السياق التاريخي، نرجع لك 2021 شهر فبراير بالضبط، كانت هناك اجراءات جماعيه وتم احباطها. بعد ذلك في شهر مايو تكرر نفس السيناريو وكانت هجرة جماعية ضخمة إلى ستة عبر الشريط الساحلي المحاذي ما بين مدينة الفنيدق وستة المحتلة. وهكذا أصبح في كل سنة لنا موعد مع الهجرة العالمية من وإلى مدينة ستة. في الأول نعم، كان المهاجرين كانوا أبناء المنطقة، أقصد الفنيدق، تطوان، مضياف، مارتينيو وما إلى ذلك، لأن الشهية انتقلت إلى المناطق الأخرى، فأصبحت الفنيدق قبلة وجهة لجميع مختلف الشباب الذين يحلمون بالفردوس المفقود ربما في أوروبا. إلا أن الوضع وليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كذلك على المستوى الإقليمي، لأن لاحظنا مجموعة ديال المهاجرين كذلك من تونس، يمكن من الجزائر، من دول مشرقية كسوريا. نعم، أنا كنت مشكل هذه النقطة بالضبط، لأن الظاهرة من بعد ما غاديش تبقى محصورة غير في الهجرة ديال شباب المنطقة والشباب المغربي، وإنما أصبحت الظاهرة أخطر من ذلك، أنها أصبحت تستقطب اليافعين والقاصرين والأطفال، وهذا هو الخطير في الأمر. وكذلك أصبحت تستقطب يعني مهاجرين من دول أجنبية أخرى كتونس والجزائر واليمن وسوريا كذلك، خاصة الجزائريين، لأن مؤخرا يعني في الحملة ديال الاعتقالات وتوقيف المهاجرين على مستوى مدينة الفنيدق، تم توقيف في مدينة الفنيدق حوالي 200 مهاجر جزائري، بما معناه الامر يطرح معظم الاسئله: كيف قدموا هؤلاء الى مدينه الفنيدق من الجزائر الى مدينه الفنيدق ومعهم طبعا باقي الجنسيات الاخرى؟ هذه الظاهره اصبحت تاخذ ابعادا اخرى، ما بقاش الامر يتعلق فقط بالبعد الاجتماعي حسب يعني الادعاءات المهاجرين انه اوضاع وظروف اجتماعيه، وانما هناك ابعاد اسريه وتربويه وتعليميه وما الى ذلك. مثلا عندما تقابل الطفل ذو 10 سنوات فتجده محشوا مع مجموعة من المهاجرين يغامر بنفسه ليرتمي في عرض البحر، فيقول أنه ما البلاد ما عطاته والو. طفل 10 سنوات كيف يستوعب أن البلاد ما عطاته والو بهذا المعنى؟ في حين أنه هناك حالات لأطفال أسر ميسورة محليا كذلك ضبطت في محاولة الهجرة، لما معنى ليس كل من يريد أن يهاجر هو بسبب الوضع الاجتماعي. فعلا الأوضاع هنا تختلف عن الأوضاع هناك، ولكن إذن هنا قد نتحدث عن دوافع أخرى. أعتذر عن المقاطعة، إذن هنا قد نتحدث عن دوافع أخرى سي زكريا. بالضبط، هناك ما هي هذه الدوافع؟ دوافع أخرى متعددة ومتداخلة يتداخل فيها السياسي بالأسري بالديني بالاجتماعي بالاقتصادي وما إلى ذلك، خاصة أن المهاجرين اللي نجحوا يعني في الهجرة 2021 و2022 و2023 اللي مشاو لتما، وخاصة الفئات القاصرين أو دون 18 سنة،
يعني كيقدموا بحال واحد الجذبه، واحد الاغراء الاصدقاء ديالهم اللي باقي ما طلعوش، مثلا كيتواصلوا بالفيديوهات، ها شنو كاين هنا، ها شنو ما كاينش نعم تما، نعم الى نعم اخره. غادي فهمت نوصلوا سي فهمت زكريا، غادي فهمت نوصلوا هذه هذه النقطه. النقاط، غادي نوصلوا هذه النقاط. غير دائما مع الدوافع، في بلاغ الجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ والمحامي والحقوقي الحبيب حجي، حمل المسؤولية للسلطات المعينة بالدرجة الأولى والسلطات المنتخبة بالدرجة الثانية. ما هو تعليقك في هذا الصدد؟ شنقول صراحة، أنا لم أطلع على هذا البلاغ، ولكن الموضوع بشكل عام المتعلق بالهجرة من وإلى مدينة سبتة المحتلة، الجميع يتحمل فيه المسؤولية، كل من موقعه، الأسرة من موقعها، والمدرسة العمومية من موقعها، والإعلام من موقعه، والإدارة أو السلطة الحكومية من موقعها، والمنتخب وما إلى ذلك. الجميع يتحمل جزءا من المسؤولية في إطار صلاحياته واختصاصاته وما إلى ذلك. مثلا الطفل ديال 10 سنوات، أنا أحمل المسؤولية لوالديه. نعم الشاب ديال 30 سنة أحمل الشواهد العليا، أنا أحمل المسؤولية للدولة. وقس على ذلك، يعني الجميع نعم يتحمل المسؤولية في كل في مجاله واختصاصه. نعم نعم دونك فهاد الصدد هذه من جهه، من جهه اخرى انت سي زكريا، واش كتبنى تدخل الجهات ما لتاجيج هذه الوضعيه واشعال فتيل هذه الهجره؟ لا، هل ترى أنه من الطبيعي ومن الصدفة بمكان أنه بين عشية وضحاها أصبحت هناك دعوات منتشرة كالنار في الهشيم تدعو الشباب للهجرة أولا إلى الفندق، لأنهم سيقدمون من مدن أخرى بعيدة، من الدار البيضاء، سليمان، الرباط، سلا، دار نعم الداخلة، بل العيون وما إلى ذلك. في لحظات ستصبح مدينة الفنيدق تستقبل كل هذه الأفواج من الشباب والمراهقين لينظموا أو يحققوا الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة. أنا أكيد أكيد وأجزم أن الأمر يتعلق بهذه الدعوات الموردة، ليست بريئة براءة ثانية. نعم واخا باعتبارك كنت في قلب الحدث، كيف تقيم استجابة السلطات؟ طبيعة الحال السلطات العمومية بمختلف تلاوينها وتشكيلاتها، والإدارة الترابية كذلك، تفاعلت بجدية يعني صارمة مع الموضوع. وقبل يعني وصول موعد هذا الهجوم الذي كان منتظرا على باب سبتة، استنفرت يعني مختلف الأجهزة الأمنية وقامت بحملة استباقية نعم لاعتقال وتوقيف المهاجرين الذين قادموا إلى مدينة الفندق قبل اليوم الموعود كذلك، حتى يضمنوا يعني حظهم من الهروب. ولكن السلطات واجهت هذه الدعوات وقامت طبعا بحملات تنشيطية على مدار اليوم وعلى مدار 24 ساعة لتوقيف واعتقال سواء المهاجرين أو المحرضين على الهجرة، سواء بمدينة الفندق أو بالمدن المجاورة أو كل من دعا وحرض إلى هذه الهجرة الجماعية والهجوم على مدار باب ستة. واخا سي زكريا، بالرغم طبعا السلطات يعني مشكوره على هذه الواجبات اللي قامت بها، الا ان رغم هذه الاستعدادات والتدخلات الاستباقيه، الا ان هناك من استطاع الوصول للضفه الاخرى. فعلا فعلا، وأنا تابعت يعني الوضع من عن الميدان كثب وعن كثب، ورأيت نعم ورأيت كيف استطاع واحد مجموعة ديال المهاجرين تجاوز نقاط التفتيش وتجاوز هذا للوصول إلى معبر سبتة من الغابات المحيطة ومن الجوانب المحيطة، ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الشريط الساحلي لأنه كان مسيجا يعني بالكامل، وحتى في الجنبات، لأن للأسف مدينة سبتة هناك تحيطها جنبات يعني كلها غابات، يعني هذه نعم الغابات تسلل لها المهاجرين واختبأوا فيها ليلا، واختبأوا فيها ليلا ليلة السبت بالضبط. رغم يعني الموجبات السلطات، رغم ذلك نجحوا إلى التسلل لهذه الغابات، وكانت هناك محاولة لتنفيذ الهجوم يوم الأحد على الساعة 11 صباحا، ولكن يقظت السلطات أفشلت هذه المحاولة، لتعاد هذه المحاولة ساعات تلو الأخرى. مرة وحاول هؤلاء المهاجرين تشتيت الأنظار ديال السلطات يعني في الأماكن المتواجدين فيها، لأنهم ما كانوش في مكان واحد،
ما جاوش من مكان واحد، ودليل على ان الامور مدبره وان هناك من يدفع في هذا الملف، ان هؤلاء المهاجرين لم ياتوا فرادى، اتوا افواجا نعم ودخلوا من يعني من مناطق ربما انا ابن المدينه لا اعرفها، بما ان هناك من يعني يرشدهم منين غيدخلوا منين غيخرجوا كيفاش فوقاش. يعني حتى هناك العناصر جهات ما الامنيه ترشدهم وتنظم نعم لهذه الهجرة. قلت انه حتى العناصر الامنيه بطبيعه الحال بعد ما تم واحد الانزال امني كثيف، وانتم تابعتوا كيفاش أكيد. كان هذا الانزال الامني بمختلف الوحدات ديالو، ما ضبطينش بالضبط الغابات المحيطه، يعني كنهضر على عناصر اللي ماشي ما كتشتغلش في الفندق دائما، لازم ماشي تكون محلية، عناصر نعم. منطقه جغرافيه، فهمتي؟ طبعا. فتفاجئوا انه بالفعل الغابات ديال المدينه والغابات المجاوره فيها مهاجرين وارادوا ان يقومون بالهجوم على المعبر، ولكن السلطات الحمد لله افشلت هذه المحاوله. واخا، طيب باعتبارك مهتم بقضايا الهجرة السي زكريا، ما مصير المهاجرين الذين استطاعوا الوصول إلى الضفة الأخرى أو إلى مدينة سبتة المحتلة؟ العمليات اللي تمت ليلة السبت ويوم الأحد وبعض المحاولات يوم الاثنين لم يسجل دخول أي مهاجر، ولكن إن كان عن المهاجرين الذين استطاعوا التسلل يعني قبل قبل هذا الموعد، فكنظن أن المغرب له اتفاقية مع مدريد يسترجع جميع المهاجرين بعد ما احنا الاشكال اللي كان هو انه كانت هناك قوى قاهره متعلقه بنزول الضباب، هذه القوى نعم هذا نزول الضباب خلى المجال انهم يجيو نعم مهاجرين خاصه فصل الصيف والاكتظاظ وعطله والتواجد الملكي وهذا وما الى ذلك، يعني نعم لما يكون الضباب السلطات كيصعب عليها انها تضبط لان قوى قاهره، نعم فهمتي؟ وتسلل البعض وبالفعل وصلوا الى مدينه سته المحتله، اعتقلتهم السلطات الاسبانيه في سته وتم ارجاع، وكان إرجاع الجيش القاصرين يعمل والراشدين اجراءات كذا عسكريه. إرجاع القاصرين كذلك إرجاع القاصرين كذلك أو الراشدين فقط؟ لا، ارجاع الراشدين وارجاع القاصرين، اظن ان هناك اتفاقيه ديال ارجاع القاصرين الغير نعم المصاحبين، لان ما بقاش الوضع يحتمل، والا غادي يبقى دائما ديك القصر كيدخل، دونك خصنا نرجعوا اي واحد كيحصل عنده السلطات الاسبانيه كيرجع. نعم نعم باعتباركم السي زكريا مهتمين بقضايا الهجرة، واش كتوصلوا كيفية التعامل ديال السلطات الإسبانية مع المهاجرين ملي كيوصلوا تما قاصرين كانوا أو راشدين؟ حسب الشهادات يعني المستقاة من بعض الذين يعني تم إلقاء القبض عليهم، فبمجرد ما كيدخل سباحة على شاطئ الفنيدق والوصول ديالو إلى سبتة وكيتم الاعتقال ديالو، إن كان راشدا يعني كيتم الاعتقال ديالو وكيتم التمقيط ديالو عند السلطات الأمنية الإسبانية، ومن طبيعة الحال كيعطيوهم يعني من حدود الحوايج فاسدين من البحار، ولكن في الصيف كان اغلبيه كيدخل غير تنعرف في الصيف، ما كيكونش لابسين تيشيرت ولا شي حاجه، كيحاولوا يعطيهم شي بالفواط باش غير كينشفوا الامور ديالهم، وهذا كيتم التنقيط ديالهم والاحاله ديالهم على السلطات بالفنيدق، والسلطات بالفنيدق كذلك كتعمل اجراءات ديال الترحيل ديالهم الى مدن اخرى. بالنسبه للقاصرين كيتم الترحيل ديالهم الى مركز ديال الاطفال القاصرين بمرتي. وخا باعتبارك ابن المنطقة ومهتم بالقضايا ومتابع حكيم كذلك، الصور التي تروج أو الفيديوهات التي تروج بخصوص اعتداء السلطات المغربية على بعض الشباب، هل هي صور حقيقية وخصوصا أنك كنت في قلب المكان؟ صراحة لا يمكن أن أجزم في الموضوع، لأن أنا بدي نعم ملي توصلت بالصور تفاجأت، لأنه هو المكان بالفعل اللي غادي يدخل في المكان ديال تجميع هؤلاء المهاجرين وفين كيتم التنقيط ديالهم باش يطلعوا للحافلات اللي يتم ترحيلهم، أنا شخصيا أرى أنه غير مشابه لما هو في الصور، غير مشابه لا من حيث الإضاءة الحقيقية إضاءة ليد بيضاء، في الصور إضاءة لون أصفر، نعم نوعيات الحلاقة اللي عندها دوك اللي في الصورة، ما يمكنش بالصدفة الجميع عنده نفس نوع الحلاقة. نعم
كذلك الطريقه باش جالسين، ماشي نفس الطريقه اللي كانوا كيجلسوا بها في الديوانه. اذا باش ما نعطيوش يعني مغالطات في انتظار صدور نتائج البحث الامر بها السيد الوكيل العام الملك وفرقه التنشئه نعم القضائيه هي اللي غادي تحسن في الموضوع. طبعا طبعا، في انتظار كلمة القضاء أكيد. المجتمع المدني اليوم بالمنطقة شنو هي الدور اللي كيلعبه؟ طبعا شوف، هذا موضوع يتجاوز المجتمع المدني ويتجاوز كذلك حتى المؤسسات المنتخبة. هذا ملف ليس كما كنا نعتقد أنه ملف هجرة بسيط فقط في حصر، وإنما أنا أقول لك أصبحنا على مواعيد دائما وكل يوم مع أفواج من المهجرين، حتى الاستقرار والاطمئنان والأمن على مستوى المدينة بوجود المهاجرين للأسف أصبحنا نفتقده. وبالتالي إحنا كمجتمع مدني نحاول ما أمكن تأطير شباب ديال المدينة، أطفال ديال المدينة، يمكن عرفهم ويمكن نتعاملوا معاهم، ولكن باش أنك تفتح النقاش مع واحد أنونيم ما كتعرفوش وتقول له مثلا أنك كتخاطر براسك وما إلى ذلك، هذا صعب صعب. فقط نعم إحنا كنا كنتعاونوا في إطار أنه إذا بلنا شي مهاجر مشتبه فيه أو لا باغي يهجر كنحاولوا نخبروا تقومون السلطة بتبليغ الوضعية على السلطات. الأقل. نعم، ولكن الدور ديال المجتمع المدني مثلا في التوعية أو في الترافع على مثلا الوضعية ديال هاد المهاجرين، شنو هي الأسباب الحقيقية؟ هذا كنا نقوم به أخي محمد في أوج الظاهرة، في أوج الظاهرة في 2021 2022 كنا كنمشيو للمدارس والمؤسسات وكنظموا لقاءات ومع التلاميذ مع الآباء التلاميذ وكنحسهم بالخطورة ديال الموضوع. كذلك كنا كنعملوا لقاءات مع مسؤولين على أنه خصها تكون واحد الحلول، خصها تكون واحد مجموعة ديال التحركات وما إلى ذلك. لكن نعم الظاهرة عندما يعني كبرت إلى حد كبير فالملف خرج من يد، لا يعني لا يمكن للمجتمع المدني أن يقوم بأدوار أخرى، يجب الدولة أن تقوم بها. نعم وخا سؤالي الأخير يتعلق بمنطقة الفنيدق والوضعية الاجتماعية اليوم، كما نعرف أنه بعد الإغلاق ديال معبر سبتة يعني منذ سنوات، نسيت واش 3 أو 4 سنوات، منذ كورونا كانت هناك مجموعة من المشاريع، مثلا منطقة حرة، أين وصلت الوضعية اليوم؟ للأسف الجواب على هذا السؤال هو نفسه الوضع اللي كاين الآن ديال أعداد المهاجرين اللي مازال كيحجوا إلى مدينة الخنيدق باش يهاجروا، غير هو اختلط الحابل بالنابل. في الوقت اللي كانت السلطات باغية تدبر يعني المرحلة والمعاناة يعني ما تعانيه الساكنة محليا أصبحت الآن يعني تدبر معاناة ديال مجموعة الناس كيجيو، بمعنى حتى السلطات على المستوى الاقليمي الان كتقول لك واش غادي نحل المشكل ديال الف نضاق بسبب المدينه الاولى التي تضررت جراء اغلاق معبر باب سته اللي طبعا كان هو المصدر الوحيد للعيش ديال السكان ديالها، الان اصبحت منشغله ومهتمه بانه هذا خصو يرجع لافران، هذا خصو يرجع للرباط، هذا خصو يرجع لكازا، بما معنى تبذير وقت ديال الإصلاح ما يمكن إصلاحه. الوضعية الاجتماعية أخي محمد هي وضعية جد مقلقة، ويجب على السلطات الحكومية المكلفة الداخلية أن ماشي أن تلتقط الرسالة التقطتها، وإنما أن تتدخل بقوة وأن تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه محليا، وإلا فالوضع سيزداد سوءا. الأسوأ هو الوضع الآن سيء، وإنما نعم سيزداد سيزداد سوءا. سوءا نعم يوما بعد يوم. خير سي زكريا، يجب أن يكون هناك تدخل على مستوى الحكومة، الحكومة خصها تنزل لمدينة الفنيدق، القطاعات الاجتماعية والاستثمار والاقتصاد وما إلى ذلك، خصها تنزل لمدينة الفنيدق وتنقذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأنه بالفعل المدينة لم تعد تتحمل، لم تعد تتحمل نعم هذه الوضعية. نعم سي زكريا، شكرا لك، كنت معنا من مدينة الفنيدق تفاعلا مع قضية الهجرة السرية. متابعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم، شكرا موصول كذلك للطاقم التقني، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.